شريحة واحد، ما هذا؟ إنها هوية شغل الرقمية المعتمدة والمحمية التي تسمح لك بالوصول إلى العديد من الخدمات الخاصة دون الحاجة إلى الذهاب فعليا إلى العداد من الإدارة العامة، وتجنب قوائم الانتظار والوقت الضائع. شريحة 2، في ماذا تستخدم؟ حجز زيارة طبية في ألف سين ياء، قم بالتسجيل على سبيل المثال المدرسة الأولى، التحقق من الموقع ألف نون باء سين أو ألف نون ياء لام على سبيل المثال المعاش بدل البطالة التعويضات العائلية، تفعيل استرداد النقود، طلب مكافأة العيد، طلب المكافأة 18 تطبيق، الوصول إلى تصريح المرور أخضر خاص بك. شريحة 3، ما يمكنه التسجيل؟ يمكنك تفعيل سين صاد ياء دال إذا كنت بالغ وفي حوزتك وثيقة هوية إيطالية صالحة ورمز الضريبة بالنسبة للمواطنين الأجانب، لا يمكنهم طلب استخدام سبيد باستخدام تصريح الإقامة، ولكن مع هذا يمكنكم الحصول على بطاقة الهوية التي سوف تحتاجونها إلى طلب سبيد. شريحة 4، كيف تحصل عليه؟ اذهب إلى الموقع www.speed.gov.it، اختر أحد المديرين الممكنين وفقا لاحتياجاتك وإمكانياتك. شريحة 5، لقد جربنا لك البريد الإيطالي. يتكون التسجيل من 5 خطوات: أولا أدخل بياناتك الشخصية، ثانيا أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، ثالثا أنشئ كلمة المرور الخاصة بك، رابعا أدخل رقم هاتفك المحمول، خامسا أدخل بطاقة الهوية وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بك. يمكنك اختيارنا إذا كنت تقوم بمسح مستنداتك ضوئيا وتحميلها أو انتقل مباشرة إلى مكتب البريد حيث ستجري عملية تعرف.